ودي الجناين من خدودك بكي وغار، والشمس مالت للمغيب والليل صار النهار، من فرحتي جنيت والدمع سال مترار. اشياء المهم والام حنوني ما بتفرق بين ولادها تجمعهم. يا ميمتي يا شام، يا ميمتي يا حنوني. شديت الهجن لسه فرجه اللامي، درعاني هاد بتلك مدولامي. شديت الهجن لسه فرجه اللامي، بيجوز من الله. لا تجوز حالك ابن عمي، يصفروا منهم لبعضهم. لك الكوران وكان مقطوع وما انتبهت. ايه شو صار يعني؟ شو صار؟ ايه ما حلنا نتعود على الكوران، ما صار له مده واصلنا، بعدين ببيت اهلا ما عندهم كوران ابن عمي، شو صار يعني عم اهلك؟ يلا تقبلني. لبين ما تتوضى وتصلي يكون حضرت لكم العشاء، ايه تقبلني؟ ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. سلم ايديك انت وامك وابوك، سلم على امك كثير. مين يا امينه؟ هذا فتحي ابن زهزهان ستي. ناديله لا تخليه. فوت فوت عم بحكي بدياك، فوت فوت تعال فوت. يلا يلا. لك ايه فوت ما حلك على يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. ليك امي بتسلم عليكم، هي صحوني سكبتونا يوم العزيمه. ايه بشتغلكم هيك كم رغيف وان شاء الله يا رب تاكلون بالهنا.
الله يسلم هدياك. اعطيهم لأميني، اعطيهم لأميني. هات اسلموا ايديك. اه تقبرني. اه وشو هذا الخرج يلي شاكله على خصره؟ هذا مو خرج، هذا بيت. بيت مين؟ يعني قصدي مو بيت حدا، هذا بيت بحط فيه المصحف والسفينة اللي بكتب فيها. ما شاء الله، وكانوا خزيت العين. صرت تروح على الكتاب؟ ايه صرت حافظ جزوان وبعرف كل شيء. يو حوطتك بياسين. لسه ما اخذناها سورة ياسين. يا سيدي ان شاء الله بتصلها وبتختم القرآن، وساعتها بدي اهديك انباز وطربوش واعطيك عيدية محرزة. حبيبي اعطيني، ما بدنا الا سلامتك عمتي. الله يسلمك يا ابو الواجب، ومن هون لوقتها ما رح نختلف. تعال نشوف، افتح لنا هالبيت. ايه مو بس الك هدول، الك ولرفقاتك ولاخواتك. حلو بالكتاب الواحد هيك يجيب معه شي لامشو. يلا الا لامك، امري لعند عمتي ضروري ضروري ضروري. على راسي عمتي. إيه؟ بدك كب لك زبالة او عبي لك مي؟ لا تقبرني، زبالتنا في ميني كبه وفي عنا انايه من عبي منها. طيب ماشي، يلا خاطر. مع السلامه. مع السلامه. نسيت. خير شو نسيت؟ لا تنسي تسلمي لي على جد الزعيم. بيوصل يا ابو الواجب. يلا خاطركم. مع السلامه تقبرني. مع السلامه. ها والله طالع لامك. شو هالزهزهان فتحي زهزهان هذا اسمه. ام رشدي، شو صار بهالاشياء اللي عم تساويها؟ ليك يا ابن عمي جاهزه. الله يا كريم. ايه هاتي لشوف، ما كملت ايدي. وبعدين؟ شو بعدين؟ انه على شو رسيتو؟ حلفت بنتك بيت يمين ما بتطلع من بيت جوزها الا على قفاها، او لي الا هو انه انا ما عاد بدي اياكي. قامت اتفقت هي والخانهم مشان يروحوا هي وياها على الشيخه يبعث لي حمى وتعمل لها حجاب. بقي شيخه ما راحت لعندها؟ يعني ما حسيت هي متضايقه من حماتها ولا صهرك قايل لها شيء؟ لا والله يا ابو رشدي، منوب منوب. حسبي الله ونعم الوكيل. والله قصتها الجميله مربطت لي ايدي وحارقه جوات قلبي. يبعث لي حمى عليها، بتحسها مثل ستيتي حزينه وجناحها مكسور. يعني جوزها قبضاي وبيحبها، والزعيم والخانم بيعاملوها مثل ولادهم. يعني ما بنقول غير الحمد لله. الحمد لله. ايو انا بقول له. انت بدك تقولي له لاخوك يروح هو ومرته لعند الشيخه؟ يو يحرقوك يا زهزه. وشلون بدك تقولي له اياها؟ اي والله بيسحبك من جوزة حلقك. ليش عمي؟ ليش؟ شو شايفتيني حوبك لهالقد؟ لكن عم بقول لحالي بركد المعمول عمل لمرت اخي واخي سوا، معناته لازم يروحوا على الشيخه سوا. يا الله يرضى عليكي، اصحك تجيبي هالسيره لحسن بنوبها. لا يا عمتي لا، انا بعجبك كثير، انا حربوقه وعندي طريقتي. هاتي لشوف، سمعيني شو عندك. بدك تتركيني المخمخه شوي بنافوخي، ما بتلاقيني الا بلعته اياها بالمعلقه لحسن. لك هلا قلت لك هالقصه بتنسيها بنوبه، فهمي علي شبكي زهزهان، فهمي. هيك يا عمي هيك، الله يسامحك كسرتي لي بخاطري، فوق مالي حربوقه وبالقطع الطاير وبتبهدل كمان. ولعيه يا زهزهان ولعيه، لكن خليني طيرها والقطيها كيف ما بدك. شو هي بدك تطيريها عمتي؟ لك يلعو قلبك يا زهزهان، لك يلعو قلبك، اسكتي وفهمي علي. بتحملي حالي وبتروحي لعند الدايه تبعنا وبتسأليها عن هالشيخة يلي حكت عليها أم حمدي، صحيح هي الله فاتح عليها؟ فإذا كان الله فاتح عليها وكانت منيحة بتبعتي لي خبر مع فتحي، وإذا كان الله مو فاتح عليها ما بتبعتي لي خبر مع حدا. فهمتي؟ فهمت عمتي، معلوم فهمت. هلأ من وصلتي ببعث لك ابني فتحي. لك شو بدك تبعتي فتحي إذا ما رحتي لعند الشيخة ولا لعند الداية؟ شبكي شو صار لي؟ أنو شيخة عمي؟ فضايا القل هو الله أحد، فضايا القل هو الله أحد. لك انا ما قلت لك بتروحي لعند الدايه وبتساليها عن الشيخه اذا الله فاتح عليها؟ قلت لك ولا ما قلت لك؟ لك عمتي هاتي ايدك لبوسه، مين اللي فاتح عليها، الدايه ولا الشيخه؟ زهزهان كلي كلي. استغفر الله العظيم. الشيخه ولا الدايه عمي؟ امي اذا صارتنا حالين درويش. يا ربي شو جابها هلا؟ طيب والله انا ظريفه ما بتخلي على قلبها، ليش ما بتحبيها انت؟ ولك سدي مبلعك، انا قلت ما بحبها بس شو جابها هلا؟ مو انت ميت اهلين وسهلين بست ام درويش. اهلا وسهلا بحبيبه قلبي وجارتي. لك اهلين وسهلين بنور العين. لك بيا العين وبيا العين حبيبتي.
تقبريني لا تواخذيني، اشتهيت لكم هالصحن المعمول. هو ما في شيء من قيمتكم، انا عامله كم قرص على قدي واكيد طلعت الريحه عليكم، والمثل بيقول طعموا البنات قبل الموحمه. يسلموا الايدين خالتي مدرويشيش، وبحب المعمول انا. تقبريني روحي كلي ان شاء الله مطرح ما يسري يمري ومطرح ما يعمر يبني. يلا اختي اودعناكي. يه يه هيك من تم الباب؟ ايه ما بحسن علي شغل. طب تفضلي بالتحتان ضيفه. معلش تقبريني مره ثانيه. ماشي اهلا وسهلا مع السلامه. الله معك. شلون حملتي وزرة للمرأة؟ لك هلا انتي قاعدة على سقف حلقي وعلى بنات اذني وبدك تطلعي لي سنجة عض بكل كلمة بقولها؟ بدي روح لعند سعدية حلي عني. ولي ام كرج ليش نازلة فيهم سقف مثل القدامة؟ هاتي من ايدك العمش وفجعاني اتركي. الله يسامحك الله يسامحك يا عمتي، احكي هيك من الاول هلا فهمت ولي على الكسرة. الحمد لله يلي فهمتي. عمي بدي اسالك بركدا، لا سمح الله لا سمح الله طلعت مثل هالنسوان ولي على قلبي اللي عاشوا وماتوا بلا حبك؟ إيه ما بيطلع بايدنا شيء، بتكون اي اراده رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. بتقلعوها يعني عمي؟ يو شو نقلع ما نقلع انت تانية؟ ليش حسن بيقبل؟ إيه هو بيحبها حب قاتولي طالع مخلص لامه. هلا امه قد ايش صلى ابوك مطلقه؟ قليلي سنين وايام ولهلا ما تجوزت من بعده. اي والله يشكو القاس، حسن اخي ما في منه وفي مو بس لامه ولاخته كمان. اي قومي اخته قومي روحي على البيت قومي، هلا بيجي جوزك وما بيلاقيكي. لا انا شو اليوم جوزي بطل. بطل وقاعد بالبيت؟ ايه وتركتيه قاعد بالبيت لحاله؟ شو عليه؟ يو يحرقوكي يا زعزعان، وكيف بتتركي بالبيت لحاله وبتطلعي؟ ذاتا جوزي لما بيدرق انه عمتي الخانة ومبعتي خبر وراي تمه ما بيفتحه. طيب بلكي تضايق. خليه يرضى. ايه قومي قومي تيسري روحي على بيتك قومي. يلا استودعناكم، دوبي اعمل لقمة لهالرجال هلا بيجي تعبه. يي ينتفوكي شو ملعبة؟ مو هلا قلتي لي انه معطل وقاعد بالبيت؟ قلت لك معطل من الشغل مو من جيبان الغراض، بعدته على بستان القوتلي يحوشلي شوية خبازة جاي عبالي ساويلهم ياهن هيك بالزيت ورشرش هالرمان المورور فوقها وجناحات الدبور هاي اللي بتتقلف حلين بصل مو أكتر ودوقي وزلغتي. وليش لا تزلغتي؟ لأنه حماتي يوم صباحية عرسي صبحتني بالخبازة قال العينتين بحبها ومن يوميتها لهلأ ما عدتي طبختيها؟ ما عدت طبخت غيرها. أمينة يا أمينة. ما في أنظف منه المعلم حسان؟ والله ما في. يعني بلاقي أنظف منه بالسوق؟ والله ما بعرف، على كل حال هدول اللي باخذ منهم لبيتي أنا. تنور أخي تنور بالسوق، عند أبو عادل الطحان براس السوق على اليمين، بجوز تلاقي أضوى منهم. كتر خيرك. خير الله سيدنا. شو مشان بقية طلبية؟ جهز لي إياهم لبين ما نطلع عند أبو عادل، هي الرعبون عمي. رجع مصاريك لعبك أخي. هون خان الشكر. إي والله والنعم. لما حكوا لي عنكم ما وافوكم حقكم عمي. كل الناس خير وبركه. على كل حال عمي اذا لقيت العدسات اللي عنده مثل العدسات اللي عندي معيتك خذ من عنده. ليش بقى؟ لانه ما هي حلوه تسوق من عنده وتشتري من عندي نفس البضاعه. على كل حال اخي بس ترجع بتلاقي اغراضك مجهزين ومكيسين وعلى 24. تقبريني مشان الله فوتي لا تزعليني منك. عزك يا الله والله الخطوه بس كرمال يمينك تطلعي على قبري وتشكلي قاسي وما تلاقيني هنيك لازم امشي انا. بس شو كنت عم قلك؟ خبازه هي قطعوها طلعت من مناخيري. والله 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 اذا بتبحب شي جوات مصاريني بيطلع لك شجره خبازه. لك ليش؟ والله طيبه معلمون. انت كمان حماتك صبحتك فيها يوم صباحيه عرسه؟ لا ايو جابوا لي قشطه وعسل. قال علي بس انت قلتي لي على الخبازه والله شهيتيني اياها. يتقبري قلبي هلا من راس العرمه بقلك سكبي هالقد قد مشان ما تجي بعين الصبي. يبعث لي قتلي على هالدجه يا خيتي. أهلين خالتي أم حسن. أهلين وسهلين تقبريني. يي قطعوني على الفصل مغلبة حالك كرمالي. مشان أدرك قيمتك تقبريني. هاتي عنك مرت عمي. بلي ريقك، وإذا بتستني شوي لعملك فنجان قهوة. كتر خيرك، غمرتيني بلطفك. أهلا وسهلا. يا ميت أهلين وسهلين. يبعث لي قتلي، يبعث لي حمى على هالدجة اللي دجيتك إياها، مشان الله لا تزعلي مني، تقبريني، والله لساني مسحوق. ما بتحبي شراب الورد؟ بلا أنا اللي بحبه وبحب أمه كمان ريته يقبرني. أخ كان طشيان قلبي. قال ما كان بدي فوت. بس كأنه سخنة شوي. خاطركم لك تعي لهون وين رايحة؟ ما قلتي لي على الخبازة. يا خيتي شو بقطعوا بالحوش؟ بكون عم بحلق بصير عم قلع الدراس. تذكرت بتسلميني على أخي حسن خيرات الله وبتقلي له أختك زهزهان مشتاقت لك. بأمرق لعند منا إلا معك كلمتين لحاله؟
اي اول مره لحاله والثانيه بتجي معه والثالثه بتلموا لي اهل الحاره وبتجوا تشربوا عندي فنجان قهوه. يو خاطرك والله جوزي ليعلق مش نقتي على باب سقاق بخاطرك. الله معك. يا ميت اهلا وسهلا بالمحمدي. بالمأهل تقبريني لك ما يبلط طول مثل عالقلبان. لك الله يخلي لي اياكي، انا راح اعمل لك قهوه. ايه شو زلفتي؟ مستعجله لتقلعيني؟ لا يو اعوذ بالله، هي قهوه اهلا وسهلا. ايه عادي عادي بشربها مع قهوه مع السلامه. لا ما بصير مشان واجبك. لك قعدي مو بيناتنا، بدي احكي معك كلمتين على السريع وجاي اخذ رايك فيه. اول باشتان لانه جوزك الابوكاتو، وتاني باشتان لانك قارية وكاتبة يا بعدي. بعدين ليكي مشان الحلال والحرام انا وسلفاتي نتوجهن عليكي ونسميكي ام زنيفي. بعرف هاتي لشوف احكي شو في عندك. لك تقبري قلبي ريتك. اخ يا سعدية اخ، جوزي متضايق كتير من اخوه تيسير مدلل شلبي، وابني حمدي متنح راسه وألف سيف ما بيشتغل إذا بيضل عمه عم بيغب بهالغلة ويمشي على البارد المصري. وطبعا آخر العنقود تيسير بابوشته لسات عرف، وعمك شايف النور من إذنه. إيه والمطلوب؟ والله ما عم بعرف شو بدي ساوي يا سعدية. ويلي الولد متني وويلي الرجال عم بينفخ كل نفخة بتطبخ طبخة، وكل ما بقول له لك يا رجال الله يخليك حلا بيقول لي أخي شو بدي أقلعه. السعدية هي القصة مو قصة أخوه، أنا مالي قبضة هالحكي، هو لأنه خايف من أبوه. لك يا أم حمدي، هلا سلفة تيسير بشو مضايقتكم؟ قال بشو مضايقنا؟ قال لك كل يوم كل يوم بيجي على البارد المستريح بيقش الغلة وبيمشي، لك إيه مثل شاويش المخفار؟ هلا عم ياخذ كل الغلة؟ لا، شهادة لله، في حفرة بدي أنزل فيها ولي، عم ياخذ حصته بس. إيه لكن وين المشكلة؟ إذا عم ياخذ بس حصته، شو بدكم إياه يسامحكم وما يقرب على الدكان بنوب يعني؟ لا مو هيك. إلا كان شو بدكم؟ والله ما بعرف. لك يقطعوك يا سعدية، صار لي يومين وأنا عم بحبك القصة مشان ما طالعيني غلطانة ولا طالعيني بالخزوة، بس بدي أفهم شلون قلبتي السيرة هيك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لك يا رقية. يسلم لي هالتم. حبيبة قلبي دايما نادي لي رقية، والله اشتقت لإسمي. مجنون يحكي وعاقل يسمع. الله يجبر بخاطرك يا حق. هلا الدكان ملك مين؟ ملك مين؟ ملك عمك الزعيم. ليش في شي مو ملكه يا بعدي؟ اي والله كتر خيره، ولازم نبوس ايده وشه قفا انه مخلي رجالنا يسمي ولادهم باسمائهم. اسكتي اسكتي وبلا مسخره. ايه؟ والله ما عم بتمسخر. ما شاء الله حوله وحواليه، ان شاء الله الله بيزيد رزقه كمان وكمان. ليش نحن اصلا عايشين غير من خير الله وخيره؟ ايه والله والله والشهاده لله انه هالزلمه مو حاكي شي. أولا عم يطالب حدا لا بأصفر ولا بأحمر. بعدين تعي لقلك مين من أولاده طلع فيه خير غير ابنه حسان؟ إيه والله ما حدا فيهم تحمل شغل الخال. وإلون عن يفتحوا تمهم كمان؟ لا والله. لكن قلي لهم لا تزنوا على خراب عشكم. رح أجيب لك فواكه. يخرب بيتها من حالها شو سلالة. لك مشتية مرة بعمري اطلع مع راس، هي مسحوبة من لسانها وأنا مدري شو بيصير لي قدامها. يا أمي لا تكون عملت لي عمل. خلاص يحرم علي اشرب شي من إيدها. يا ميت أهلا وسهلا برقية. بالأهل تقبريني. يلا أشرب لك أعمل لك فنجان قهوة. لا مو لأنه مرمت أمي. يا كريم. بيتصحون عمي. يسر الله ما. ابراهيم مرني اخي. دري بالك على المحل بغيابي، واصل جيب غرضين وراجع. عاوز اكل كلمه اخي. بعدين اخي بعدين، بس ان رجعت بنحكي. ما تطول عليك كلمه الله يخليك هناك. خير ابراهيم؟ خير سيبك. شريك اخي. شو هدول ابراهيم؟ هدول حصتي واجرتي وحصه اختي. اخي انا لا بدي اجره ولا بدي حصه واختي مثل مني. امسك اخي امسك. حط لي مصاريك بجيبتك ترجع لاختك حصتها. اخي ببوس ايدك تاخذهم وتريحني. فريج حالك. لك ابراهيم انت مين قال لك انه انا بدي مين يفرجني؟ عم بقول لك ضب مصاريك بجيبتك وترجع لاختك حصتها. ما بدي اسمع منك الكواني مرت الاخر. وعلي ما علي. خلص اخي خلص لا تحلف. اللي بدك اياه بالسنيخ. الله يرضى عليك يا ابراهيم. دري بالك على حالك منيحه. خاطر. مع السلامه يا اخي. الله معك. يا
اهلين وسهلين بالشيخ محمد. اهلين وسهلين بعمي ابو كامل. تفضلوا. اهلين حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حسن لا تجيب شيء يا ابني، بدنا نروح مستعجلين. وعلى ايش مستعجلين؟ ابو الذهب بعافية، بدنا بمعيتك نروح نشق عليه. خير؟ تعبان وبدنه مخستك شوي. لكان تفضلوا ارتاحوا شوي لبين ما نشرب فنجان قوي. بس دك يا الله. حسن خلي المشقات تسبيني لعند ابو الذهب. حاضر يا بي. اطيب من العوامه يا ضامي، اطيب من العوامه. يا حمص من كريم ولك يا بعد لك حمى من حالك. شباك شبك شباك ووجع الحناك. هيك رعبتني ما شاء الشيخ بخبي. ليش تعبت؟ يا اخي هيك نجمي خفيف ملبوس. اخو كيف انت؟ اخو مرائي. شو بدك مني هلا؟ بدك تحلي؟ لا ما بدي احلي. خلاص لك كان احلي. لك ليش عم تقلعني؟ اخي بدي نظف. ليش بدك تنظف؟ بدي عزي. ليش بدك تعزي؟ بدي نبر على قانتي. ليش بدك تنبر على قانتك؟ لك وليش واقف قدامي انت؟ وليش مصمود بخلقتي؟ وليش ما بتعجيني عرض كتافك؟ وليش ما بتروح من هون؟ لسا ليش وليش وليش وليش؟ من شان قطيش اللي عطشتك قدامك ويقول لك ليش عم تاكلوا؟ ليش ما بسموك ابو اباوي انت؟ شو هاد؟ شو هاد يا بنات؟ يا بي هدول الاغراض جابهم واحد قال من طرف الزعيم ابو داغن. ايوه حوتوه. يلا مين؟ ابو داغن. انا ابو داغن. لو استاذ باريس خدنا على قد علاقتنا الله يحن عليك وفهمنا اياها حبي حبي. يلي عم قوله انه الانجليز والفرنسيين عم بيخاطبوا الملك باسم الامير، يعني لما عم بيبعتوا حدا لعنده عم ينادي له سمو الامير، ولما عم بيكتبوا له رساله عم بيكتبوا فيها سمو الامير. فسرت عيونه ملك وغصبا عن راسه. عم ينادوا له امير وينادوا له افندي، نحن بالنسبه لنا ملك. طلعوا نزلوا ملك غصبا عن راسه. مو هيك القصه يا جماعه؟ القصه وكانهم عم يكذبوا علينا، وكانهم مو عاملين اعتبار لقرارات المؤتمر السوري العام ويلي بيمثل الأمة السورية من الداخل للساحل للجنوب. والله الحكي ما بيطمي. يعني إذا ما كنا منتبهين وواعيين لهيك شيء في احتمال يفاجئونا بشيء ما لنا متوقعينه منهم. والله كلامك مدوزن يا أستاذ فارس. ما شاء الله. الله يحميك. يلا قول الله. يا رب. بسم الله. مرحبا معلم حسن. أهلين وسهلين بشاوي الأنوات. بشرنا فتحت القناية. والله عززت يا معلم حسن. رح اطق القصبة وانا عم ادحشها وما كانت تفوت. ابصر ابصر شو زادتين فيها اولاد اللذينة لحتى مصطومة وما عم تصلكم المي. لا هي عم تصل عمي بس سرسقة. اخي انا بدي كلس وقنينة زيت زيتون وشوية قطن مندوف. وليش هدول؟ للاقوني للاقوني. وبدي قشر قنب وخيطان مصيص وشقفة خيش، ومن بعد امرك بدي شوية تمشية. قشر قماح؟ ايه قشر قمح مسلوق. عمي ابو النمر يعني انا ما عم بفهم عليك. قشر قمح بدك اياه بدك تستخدمه بالقناية؟ فهمني. هذا من كتو بشقوق اللي عم تسلحب منه المي قبل العمرة، وبعدين منسلسق له شوية مي بيقوم بينفوش وبسد البخوش. ايوه دخيلك بسرعة. والله ما يروح الزعيم على البيت وما يلاقي القناية خاد اخذها لا يعلقني من كرع بي. لا يا ابو النمر انت خالي عند الزعيم. لحام جاهزين معلم. هاي اغراضك عمي بالاذن. شريف شو ها؟ الاغراض اللي طلبتهم. انت ما طلبت زيت زيتون وكلس وقشر قنب وتمشية قمح وخيشة؟ ولحقت؟ ايه هاي الشوال واغراضك كلياتهم بقلبه. حوطتكم بآيات الله يا سيدي. يا هيك الشغل يا عم بلا. يلا عن اذنك عمي. تفضل. طاسس طاسس شلون الشغل؟ ببعتك لتجيب لي غراض بخلص ما بتكون اجيت. يشغلني عنده شو بساوي؟ ليش ما شغلة الشاوي لا؟ ما بحبها يا يعني ما بحبها. خلاص اسكت. يلا امشي الحقني. عم دق لك منا. بس ما
فهمني شو عم بتساوي، شو بدك تساوي لي؟ لا خلق انا بعرف شغلي، شو بقى؟ هي وين قصاب؟ مثل ما عم توصفيك، انت كمان توصفيني باللحمه، ايه؟ لك هلا وقت اللحمه يا امساكو، خليه يروح لعند شكري احسن من هبع شغله. لا شو عند شكري؟ خلص لك عم روح على الدمام، تكي تكي بس تكي ها. لا اله الا الله. اخ يا ميت يا اخ. اخ دخيل الله اخ. تكي قسام تكي لعينك. هلا شو عم تسوي؟ ما عم تسوي شيء. هلا هاي اعطنا حط الاطن اتعشتك لو شو عفلك دم. اعوذ بالله من الشيطان العود بالك. شو عم تسوي عندك؟ شو مخبي ورا ظهرك؟ ما مخبي شيء، انت ما دخلت فيي. شو نزل لي هالساكو لهلا؟ لا ما بدي نزلك، مو على شغلك انت. لا مو على كيفك، بدك تنزل. شو عم تسوي هذا عندك؟ اجا عندي دم وحميمه، انت حالي روح للدمام. عطوا ثلاث جبايات كمان امساكو. ما بعرف وين صار عندي. بتيجي علي انا روح بيعها بهالشات بالدكانه تبعي. طولوا بالكم يا لا شو عم تعملها؟ والله ما عم يقوم لا ما بقوم معك خليك عندك شغل. لا تقولي لا لا تقولي لا لا تقولي لا خلص انت وياه ولا خلص ولا خلص لا لا ولا تضرب منك له. يعني مالك موافق يا بي؟ مروان ابني أنا ما دخلني بالموافقة وعدمها، القرار لازم يطلع منك إلك. يا بي يعني أنت بكلامك كأنك عم تقلي لا تشتري، وأنا شايف السوق بيتحمل إني أشتري شوية كسر ده ونام عليهم، وأكيد بده يرتفع يا بي، هيك كل التجار عم يقولوا. أنت ليش عم تشرح لي؟ مصلحتك وأنت أدرى فيها. عم أستشيرك يا بي، مو أنت بتقلي شاور اللي أكبر منك واللي أصغر منك، ورجع لشور عقلك؟ ابني تجارة وتنجيم ما بيجتمعوا. التجارة بدها قلب قوي وعقل مفتح. اشتري واتكل على الله. السلام عليكم. السلام يا أحمد. أهلا أبو حمدي. أهلا وسهلا. تفضل. اللي زين عمي أبو حمدي. الله يرضى عليك. هلا معك مروان. الله معك. مرحبا مروان. أهلا يا أبو حمدي، كيف صحتك؟ الحمد لله. خير. شايفك مو على بعضك. ما بشي بس أنا جاي لعندك. شفت فارس الجرنلجي. ايه عرفته شو بقول؟ قال لي على شغله خوفني شوي بس ليس بتنحل. سمعت لك انه ابو الذهب وعافيه، شو رايك نروح بمعيتك نشق عليه؟ الرب يعافيه، زيارته واجبه. وعلى الطريق بتقول لي مشو خوفك فارس. يلا قولوا يا رب يا شباب. هات ها علمك هون يا ابو ضاي. معلمي مو هون بس ولاده هون. قول له للزعيم ظافر اجى العقيد ابو دعاس. الله حيو ابو دعاس. الله حيو برجان. الله حييكم من ممشاكم لملقاكم. كيف المعلم؟ شرف سيد راسي شرف. عشت يا معلم ظافر. والله انت سيد المعلمين وزعيم البيادي. الله يخليك، نحن من بعدكم. اهلين شرفتونا والله. لو كان واحد غيرك راح يستقبلنا ما كنا راح نفوت. شو هالحكي؟ صلي على النبي، انت بتجي على مضافتك وبوايكك. بس مو هيك وصلنا الحكي. انو حكي؟ عدنا الشباب مشان كان كيس قمح وعدس وحمص. اما اخوك الله يصلحه ادفعوا اللي عليكم بالاول. ايه بسيطة محلولة صغيرة كتير عقيد، ولا يهمك زرع بدقني هالمرة. وانا هيك قلت لهم للرجال، قلت لهم اكيد المعلم ظافر مو دريان، فلا تقاتوا بشي قبل ما نسمع منه. وهي انا جيت لاسمع منك بذات نفسك. بسيطة ولا يهمك، واللي عندك واصل عقيد، وانا ورجالي بخدمة شواربك يا ظافر افندي. اصلي اصلي يا ابو دعاس، وانا شايلك لعوزه. وهك عبدوه. اهلين ابو ساكو حلي. عايش انه جاي عبايان وياك شبك الشهيك على وا بس مستحي منك. اخي صدقني مالي فاضي لك، عندي جدال بلحقه لصاحبه، بعدين المره بعثت لي اكل بالسفرطاس لهلا ما فتحته، يمكن الاكل برد وجلمط. ولا ما مسخن لك ياهو. الله يجيبك يا طولة البال. اخي نفسي عم تلعي، ما بدي اكل ما بدي اكل. انت عليك لعيت نفس، لازمك كاس شاي. هلا اشرب لك كاسة شاي. وين الشاي؟ شحو. وين الكاسات؟ ما في كاسات. وين السكر؟ ما عندي. والابريق؟ ما في بريق. والبابور؟ كمان ما في بابور. وانت عازمني على كاسة شاي؟ ايش كان بدك ابو عبدو؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ابو ساكو حليت مني، تركت لك الدكان والجمل بما حمل. لك شو هالزيارات؟ شو هالجار؟ شو هالجار هذا؟ ليه طلع خلو عصبات؟ اني ما بدي شكل الشاي يا اخي علي. انا ايش كان بعزمك يعني؟ لك غريبه والله.
بتقوم بتسلمه البضاعة ببلاش؟ مين قال ببلاش؟ اثنينكم ما دفع ولا نكلة. ايه بيدفع بيدفع. ايه بتقوم مكسور علينا في التين. سالم انت عم جاوز حدودك ها؟ وشو حدودي ظافر افندي؟ استلام الرزق من البيادر بحسبة الفلاحين. ودفاتر لحسابات معلومات. ودفاتر لحسابات لمعلوماتي وغيره وغيراته. وشو بدي سجل قدام البضاعة اللي طلعت من المخزن؟ لك انت ليش يا خب تحكي معي؟ لانه لا انت حتدفعها او لا طلعبك الحرامي. خلاص ولا رون لنفسي. وهي 27 لصالح ابن محمود. وهيك بيكون سجلنا كل شيء. انا خالص معلم حسن، تأمني بشيء؟ لا سلامتك يعطيك العافيه. الله يسلمك يا رب. يرضى عليك بكره، لا تاخر، جايتنا الضاعه من حمام. ان شاء الله بصلي الصبح بجيب كيد لعندك. اي تعصر لي صبحكم. وشو رايك نام هون؟ اسمع مين محرز زي ما هيك؟ يلا عزكم. الله كيف مع السلامه. وانا معلم بتريد مني شيء؟ شرحه ولا تاخر بكره. لك على نافوخي معلم تأمر. ما يأمر عليك ظالم. ايه بعد نام؟ هلا هيك حساباتنا بتكون خالصة. ماشي. بدك شيء معلمي؟ لك أنا ما قلت لك أنت ما تقول لي معلمي. ليش أنت مو معلمي؟ لا عمي. هو ما في حدا معلم حدا. كلياتنا أخوة ونشتغل مع بعضنا البعض. بس والله صعب يا معلمي. لسه بيقول لي معلمي. عمي يا بعدنان. الزعيم هو المعلم الوحيد هون. ماشي؟ مشي معلمي، مشي. تيسر أنت يعطيك العافية. عم استنى مشان أسكر باب الخام معك. لا ما هي مشكلة، بسكره مع أب محجوب. ماشي. صحيح بدي اسالك مور معلمي، جهزت له اغراضه لاب محجوب؟ اي لك كان ليكم، حطيت له محون عدس وبرغوث. اي كثر خيرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية. الله يعافي قلبك تقول. ناموا الاولاد؟ اي ناموا من غير شر. بتصدق لك درويش؟ طوال النهار ببقى مو مصدق امتى يناموا لارتاح، وبس يناموا بتصفن بوش واحد واحد فيهم وبندم وبنقهر من كل قلبي على قد ما بنعور فيهم وبتنتور كل النهار. لك عندك زهزهان، ترباية مو سهلة. الله يرحم اهل اول، ما تركوا شي ما قالوا عنه، قال ما بيربى جسد ليبنى جسد. لك اي والله ساتن اجريك عم يجعوك تقبرني. هات لادعك لك يا هون. لا الله يرضى عليك. هدي انتي معقول بعد تعبة انهار تردي فيني وتدلل فيني؟ عدي يا خان. يو الظاهر انك ما بتعرف قيمتك عندي ابن عمي. انت تاج راسي تقبرني. اروح زعتن كلياتنا بهالبيت ما منسوى فجلة بلاك. يو يعني انا ما كتير بحب امتحب حالي، بس انا حنونة واكابر وبعرف قيمة جوزي، يعني خانه مثل ما قلت. مو مثل امك الله يرحمها. بتعرفي شو مصبرني على لسانك الطويل يا زهزهة؟ شو يا بعدي؟ هالضحكة. ان شاء الله ما تبلو ما تخريتك تقبشي قلبي. الله يقدرني عن كافاتك. ان شاء الله اقدر اعيشك عيشة الملوك يا بنت الاصول. لك انا شو ما عملت معك بحس حالي مقصر. يو عداك العيب ابن عمي. ليش حاسس حالك مقصر؟ ذكرتني بجوزها لام ياسين. من ام ياسين؟ جارتنا وما بتعرفها. هذا على قد حاله مسكين، وكان بده يعيش مرته عيشة الملوك ويركض يركض 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 ما يلحق يركض ما يلحق يركض ما يلحق هيك لحديت ما سبقته الأرض وفنيو رجلي. وشو يعني؟ يو يعني أنا مثل ما بدك بصير، من إيدك هي لإيدك هي. بتطعميني خبزة وزيتونة بقلك كتر خيرك، ما بتطعميني شي بقلك إن شاء الله عمريني ما آكل. شلون الشغل؟ لك شبك ما تجاوبني؟ منيح يا ابي الحمد لله، كل شيء على احسن. كمل اكلك كمل. لا تهكل هم يا ابي، انا واخي سالم قايمين بالشغل، امكانك انت موجود واكثر يعني. الحمد لله تمام التمام. حقيني لجوا عايزك. قالت له الصبية يا خلقة ربي شلون بتمد ايدك على شي من غير ما تقول قواله؟ قام قال له مثل ما بتريدي. راح للتفاح وقال له يسعد صباحك يا تفاح مليسي اللي قطفتك من الربوة على كيسي
وإن قدر الله جلست مجالسي لكتب كتابك وأدفع النقد من كيسي. يلا يا مؤمي على فرشتك. مرت عمي شو قال للليمون؟ الله يوفقك. قال له ليمون يا ليمون وانتي أحلى من الليمون ومحبتكم بقلبي كما الجوهر المكنون وان كنت بولف بدالكم عالي يمدون يكون خصم النبي جوات الحرم مدفون. خلص خلصة مرت عمي والله صعب كتير هالقصة. عيدي لي اياها. امي طيب شو قال له للوز؟ للوز؟ شو قال له للوز؟ قال له باكله. وعليكم السلام ورحمة الله. حسن مرني يا بي. خبر مرتك أمك إنك رح تترشى عندي. أمرك يا بي. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا يا شيخي. يلا يلا. مساء الخير. يسعد مساك تقبر. الله يخلينا ياك يا الله. الله يرضى عليك. رايح احط لك العشاء تقبر. ليه؟ ابي بده يعني يتعشى عنده. تعشوا انتو. يلا السلام عليكم. الله معك. حط لك عشاء مرت عمي. شوف يا ابني، مو عيب الرجال يحب مرته ويعشقها. هي غريزة رب العالمين حطها فينا، مثل ما خلق لنا العقل خلقها. حط لنا العقل مشان نفكر فيه ونستخدمه. شايف هالملكنات وهالاموال كلها يلي عندي؟ انا لولاكم ما كان عندي شيء. تفضلوا على العشاء. حمام يا ابو العوف. اهلين. يا حرام ظلموه. يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك. اللهم لا اسالك القضاء لكن اسالك اللطف فيه. وين بكون يعني؟ اكيد راعي شغل، راعي الخامه غير ما يخبر حدا. قولي على قلبي. انه شغل؟ ما هو اجا من الشغل. اجا من الشغل بده يرجع الخان مرة تانية. بدي اطمن عليه مرت عمي. بدي اطمن عليه. بركي منلاقي حدا يروح يشوف لنا اياه. انا ما عاد فيني صبر. بدي اشوفه. بدي اشوفه هلا هلا هلا. بدي اشوفه. مشان الله يا بنتي تهدي. مشان الله اهدي. انا مو ناقصني مو ناقصني مو ناقصني. يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك يا رب. مرت عمي ابعت لي حما لا تبكي. يا ربي يا رب. يا رب يكون توفينا يا رب.
يا رب تلقوا فيه. ايش مصيبتك؟ شو دخيلك؟ خير ستي حسن؟ شو في خير؟ ما بتفي امية بس حسن ما رجع لهلا من امبارح لما كان عندكم بالجو. شو هالحكي ها؟ ليش ما نام عندكم؟ ما نام عندكم؟ ما نام عندكم؟ لا 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 الله يرضى عليك. اوبس، في الفاتح باب الخان. معلم حسن انت هو؟ والله ارتعبت لما شفت باب الخان مفتوح، ما في بالعاده تسبقني. خير لك ابني؟ شو في؟ ما في شيء ابو عدنان، سمي بالله وقوم شوف شغلك. والله تقول لي بحياه الله، اعتبرني انا بيت سرك، ما في بالعاده تخبي علي. نفس القصه عمي، نفس السيره. قصه الخلفه؟ ايه نعم. كله من الله يا معلم. الله يجبر بخاطرك ويولك اللي ببالك. آمين يا رب. ما منقول غير آمين. فوتي، شو في من عبكرة الصبح؟ خرطي لي مصاريني. حدا من أهلي صاير له شي مات؟ لا بعيد الشر، ما حدا مات. لك شو في؟ بتسلم عليك ستي الخانم وبتقلك شو صار معك مشان هداك الموضوع. ايه 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 تكل جبلية. شو هو؟ صحن الخبازة. مو مشان صحن الخبازة. لك مشان شو؟ مشان موضوع سيدي حسن. يوم حكي قتلي على هالنسوة صدقي على بينا ابعت لفتحي يرد لها جواب بتسلمي لي عليها كثير السلام وبتقولي لها زهزان بتسلم عليك وبتقلك هي طقست ودارت وفتلت وسألت عن المرأة والمرأة منيحة ومجربة. ايه معناته البسي وتعي معي. روحي شوي تانية بالحقي. لا هلا لك ليش؟ لأنه في شي ضروري. لك ما بدك يعني اصرف هالرجال، اعمل له فنجان قهوة صبح عليه بالأول، هو بين كل حي ومين اللي ينام ليلة بالبيت، أصلا إذا اطلقت بكون بسبب أهلي. روحي اعملي لك فتلة بالحارة قوام الله معك. يلا لا تطولي في شي ضروري. لا على بدنك مثل اللي. ولك شو في؟ منو هاد نعدى لبكرة الصبح؟ منو هاد؟ تقبرني هذا الحلاف دق الباب. وليش ليدق الباب التيس؟ تيس بالغلط نطحه. شو ساوي لك قهوة ولا بتعمل حموضة على الريق؟ لا بدي كمل نوم. لا شو تكمل نومتك؟ تقبرني هلا الدنيا بتصير على ضحوة ودوب يشمس الفرشات. رح ساوي لك أحلى فنجان قهوة. روح خسلي وشك واصحى والمسا بس ترجع ابقى نام على كيفك ما حدا ماسكك.